مشاهدينا اهلا بحضرتكم مره ثانيه. قرارات استثنائيه تحمل بشريات ساره للمواطنين، لا سيما بعد ان اعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته على النهائيه على مشروع الموازنه العامه للعام المالي الجديد، والتي تتضمن اكبر زياده في الاجور والمعاشات في تاريخ مصر. ولتفاصيل أكثر عن تلك القرارات سنوضحها الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. الموازنة العامة للعام المالي الجديد لعام 2024 و2025 تشهد أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، والتي تقدر بنحو 575 مليون جنيه، حيث يبلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة بزيادة تقدر بنحو 105 ملايين جنيه. كما تأتي زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالعام المالي الجديد 2024 و2025 ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشرة التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية. وعن بدء تطبيق الموازنة الجديدة، فأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من المقرر بدء العمل بالموازنة الجديدة بداية من العام المالي الجديد في يوليو المقبل، أي بعد عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أن التقرير العام للموازنة العامة سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، فضلا عن الملاحق الثلاثة له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وبلغت تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 و2025 نحو 3 مليارات و338 مليون جنيه. فتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الطلاب في مشروع الموازنة العامة نحو 398 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية، وذلك العدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب بواقع 15 جنيها سنويا لكل طالب. وعن دعم تأمين المرأة المعيلة، تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة نحو 54 مليون جنيها، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 271 ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ 200 جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة. وعن دعم الأطفال دون السن المدرسي، فتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي نحو 187 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل وبواقع 15 جنيها سنويا لكل طفل. وعن دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، ويقدر ب 2 مليار و 399 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين والمستفيدين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعانين. وقد صدر قانون رقم 2 لعام 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى أقوى شهريا، وتغطى مظلة جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية في النطاق الجغرافي بالمحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعن دعم التأمين الصحي لأصحاب المعاشات، فتبلغ تقديراته بالموازنة 200 مليون جنيه، وذلك في ضوء ما تتضمنه الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة 18 من دستور 2014، والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وما هو نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلة جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة. وأخيرا دعم الفلاحين، وتبلغ تقديراته بالموازنة 100 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 500 ألف فرد. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية، بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.